أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه بإيجاز عن الأمير عبد الله ابن السلطان سليمان والسلطان خوران. لكن قبل أن نبدأ، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، ولا تنسى أيضا الإعجاب بالفيديو. كثيرا ما يطلب المتابعون فيديو عن الأمير عبد الله ابن السلطان هرام، لكن حقيقة ما هو مقدار المعلومات التي يمكن أن تتوفر عن شهزادة توفي وهو في 3 من عمره؟ حيث أن الأمير عبد الله ولد سنة 1523 وتوفي سنة 1526، ويعتبره الكثير من المؤرخين الابن الذكر الثاني للسلطان خورم، أي أنه كان أكبر من الأمير سليم والأمير بايزيد والأمير جيهانكير، كما يرجح مؤرخون آخرون أن يكون توأما للأميرة مهرماه، حيث أن الأمير عبد الله والسلطانة مهرماه ولدا تقريبا في نفس الفترة، وهي فترة تقارب وانجذاب كبيرين بين السلطان سليمان والسلطان خورم. ولقد توفي هذا الأمير الصغير وهو في 3 من عمره في قصر توبكابي، ليكون أول من أذاق السلطانة خورم ألم الثكل وفقدان الولد. هناك أيضا من يرى أنه ربما كان ابنا للسلطانة مهدوران أو لإحدى جوار السلطان، إلا أن أكثر المؤرخين ينسبونه للسلطانة خورم، خاصة وأن علاقتهما في تلك الفترة كانت علاقة أحادية. كما يعتبر الشهزادة عبد الله الابن الذكر الخامس للسلطان سليمان بعد الأمير محمود والأمير مصطفى والأمير مراد وأخاه الشقيق الأمير محمد، كما أنه ليس أول من مات من أبناء السلطان سليمان، حيث فقد السلطان قبله عدة أبناء، ولقد كانت وفاته كما أسلفنا سنة 1525، وهي السنة التي ولد فيها الأمير بايزيد. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو الموجز، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. إلى اللقاء.